ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، لماذا أنا؟ حتى على المستوى الأممي مثلا، مثل ما الآن الزلازل في المغرب، نسمع بعض الناس والعياذ بالله يعني تصدر منه كلمات عجيبة، يقول هؤلاء فقراء ومساكين، لماذا الله يبتليهم ويترك الكافرين؟ لا إله إلا الله، كأنه يحاكم الله عز وجل، وكأنه يعني يعترض على قدر الله. يكفي هؤلاء الذين ماتوا أنهم شهداء، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والهدم شهيد؟ الهدم الذي وقع عليه البنيان يكفيهم أنهم شهداء، وكل مسلم يتمنى الشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الشهادة مقام في الجنة من المقامات التي تأتي في مع مقامات الأنبياء والصالحين. الله عز وجل يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في ذلك. فإذا كان ابتلى أنبياءه وصفوة خلقه وخلاصة خلقه ابتلاهم عز وجل، ألم يقتل زكريا؟ ألم يقتل يحيى؟ ألم يلقى إبراهيم في النار؟ ألم هذه كلها ابتلاءات، فأين نحن من هذا؟ فالواجب على المسلم أن يفسر ما يحصل في العالم العلوي وفي العالم السفلي مما يشاهده، يفسره تفسير إيماني يربطه بالقدر وبالقضاء وبحكمة الله عز وجل الذي له الحكمة البالغة. لا يسأل ربنا عما يفعل، لا يسأل ربنا عما يفعل. إذا كانت علامة الرضا ترك الابتلاء، إذن رضي الله عن المشركين. أغلب المشركين في عافية وصحة منذ قديم الزمان، هل هذه علامة رضا؟ أبدا. وإذا كانت علامة الغضب الابتلاء، ما بقي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد غضب الله عليه. فأنا يقول مسلم مثل هذا الكلام أو يفكر بمثل هذا التفكير. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما، حتى إنه ليوضع سل الجزور على رقبته وعلى ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالابتلاءات، بل تلونت وتعددت وتنوعت الابتلاءات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا أن نفهم هذه القضية حق الفهم، وأن يفسرها الإنسان تفسير إيماني، لا تفسير أرضي طيني سفلي مادي. هذه ليست مادية، يعني ليست القضية قضية من الأمور المادية المحسوبة هذه في دنيا الناس، هذه علاقة مع الله عز وجل. ولذلك يتمنى أهل العافية لو قرضت جلودهم بمقاريض أهل العافية لما يرون من أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة.